حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام في كويت اليوم. معنا ريم الفيلتشاوي كاتبة كويتية تعتبر من أوائل الكاتبات اللي تطرقوا لأزمة كورونا من خلال كتاباتهم، وبحوارنا معاها عبر سكايب راح نعرف منها أمور تخص آخر إصداراتها اللي تتعلق بأزمة كورونا وغيرها من الأمور اللي أيضا تتعلق بتأليف الروايات. مساك الله بالخير ريم، حياك الله معنا في كويت اليوم. عبد الرحمن جاسر معك. مساء الخير، أهلا وسهلا فيكم، عليكم وعلينا وعلى المشاهدين الكرام خلف الشاشات. بصراحة الشاشة هذه ظلت علينا في وقت إحنا في أمس الحاجة إلى جرعة كبيرة من دموع الفرح، مشكورين. الله يسلمك ريم. قبل أن ندردش معك بالأسئلة، نبي نشوف هذا الفيديو مع مشاهدينا ونرجع معك. ريم، شفنا معك هذا الفيديو، فودنا لو تكلمينا عنه وتقولي لنا شنو علاقة الفيديو هذا بالظروف اللي قاعد نمر فيها حاليا. والله للأمانة هذا الفيديو مزين بالحب قبل كل شيء، حب وشكر وتقدير ووفاء لأهلي في سلطنة عمان، طلبة جامعة السلطان قابوس قسم الإعلام، اللي غمروني بكرمهم وآمنوا بحروفي المتواضعة، وأطروا لي حروفي في هذا الكم من الورود. هذا الفيديو كانت فكرته من نعمة كورونا، نعم، كورونا ليست مرض، نحن نعيش نعمة الآن. كورونا هي فرصة لنا جميعاً. كانت فكرتها أن كورونا تجعلنا أن إحنا نبحث بداخلنا عن الحب، نبحث بداخلنا عن مشاعرنا المفقودة التي ضاعت في زمن الجمود، نسلط الضوء على الأمراض اللي موجودة داخلنا التي لا تشبه كورونا، قد تكون أخطر من كورونا، أمراض تقتات على أرواحنا قبل أجسادنا. أدركت أن هناك أمراض أخطر من كورونا، الطمع مرض، القسوة مرض، الغدر مرض، الأنانية مرض، الخيانة مرض، والغيرة مرض، والكره مرض. صحيح، كلها أمراض صحيح. كان يجب أن نحجر في معتقل الحياة الضخم قبل صحيح. كورونا، قبل أن يزورنا كورونا. نعم الحمد لله. ريم، شلون ممكن الكتابة تعالج الأمراض؟ حياتنا كلها روايات، خلف كل غفوة حلم، وخلف كل حلم قصة، وخلف كل جدار حكاية. أوكي، نعم، صوتي واضح؟ واضح صوتك. أوكي، حياتنا كلها روايات، الإبداع ولا إبداع لا تحده قوانين، نحن نعيش رواية طويلة. فالكتابة عفواً حياتنا عبارة عن مجموعة حروف، فبالتالي الكتابة تعبر، الأزمة تعبر، الفرح يعبر، الأغنية تعبر، والأزمة قد لا تكون سيئة أو حزينة، نعم، قد تكون الأزمة أزمة فرح، قد تكون الأزمة سعيدة. وقد لا تكون فالكتابة أزمة هي ريم، قد تكون ظروف إيجابية، يعني لا تكون أزمة يعني أساساً. طبعا، لان الازمه قد تكون سعيده، تكون ازمه بسعاده ايضا، اصلا حتى السعاده ازمه ولكنها مجرد حاله يعني. صحيح، نعم. ريم، هل ترين ان الكتاب اليوم يعتبرون من الصفوف الاماميه عندما يكتبون حول هذه الظروف الاستثنائيه بشكل ايجابي؟ طبعا، لو انت تكتب تويتر بتويتر، تغريده بتويتر، وتكون التغريده في هذه الأزمة أو في وقت الرخاء، وتكون التغريدة هذه فيها نوع من الدفع أو نوع من القدح أو المدح، هذه التغريدة هي بحد ذاتها سلاح، فما نعم، بالك لما تكون كاتب رواية أو كاتب كتاب أو كاتب قصة توجه فيها أجيال كاملة، توجه فيها قلوب، توجه فيها مشاعر. نعم ريم، يمكن للكاتب نظرة خاصة لكل الظروف اللي نمر فيها وخاصة الأزمات، فاليوم نحن في هذه الظروف أكيد أنت ككاتبة لك نظرة إيجابية، فشنو يعني الاستفادة اللي ممكن اليوم توصلينها للمشاهدين من خلال برنامجنا؟ الفائدة الأكبر من هذه الأزمة أو النظرة الإيجابية من هذه الأزمة هي أن هذه الأزمة علمتنا العطاء، العطاء دائما مرتبط بالضراء،
بالأزمات نجد أن القلوب تتسامح والخلافات تتلاشى والأعداء يصبحون أصدقاء. وريم عفوا، وهل العطاء شيء جديد يعني علينا؟ لا أبدا، بالنسبة لنا كبشر أو بالنسبة للإنسانية، فالفطرة السليمة هي أن يكون الإنسان معطاء. يعني القاعدة هي العطاء، ولكن الاستثناء هو أن الإنسان ما يكون عنده قلب سليم أو ما يعطي. صحيح، نعم. لكن ما هي بعض الأمور السلبية اللي شفتيها أنت ككاتبة يعني من خلال كتابات زملائك اليوم في وسائل التواصل أو في الجرائد وغيرها؟ هل هناك بعض الملاحظات السلبية اللي ما تودين يعني أن تكتب مثل هذه الأمور في ظل هذه الظروف؟ تحطيم المعنويات، القلم سلاح، الحرف سلاح، تحطيم المعنويات والنقد والتشاؤم هذه بحد ذاتها يعني كفيلة بأن تحطم الأرواح والأجساد، وإذا تحطمت الأرواح والأجساد يكون من السهل على أي فيروس أو أي مرض الانقضاض على جهاز المناعة الإنساني وجهاز المناعة الجسدي. صحيح. زين أستاذ ريم، أيضا هل ممكن اليوم أن نستخلص رواية وقصة جميلة من هذه الأحداث اللي قاعد نمر فيها؟ للأمانة، نحن حياتنا كلها رواية. الأحداث اللي نمر فيها الآن أو الأحداث التي مررنا بها في حياتنا كلها قصص. حياتنا نحن شعوب مستمعة، نحن صحيح. شعوب نحب الكلام، نحن شعوب، نحن بشر، حياتنا عبارة عن حروف. ففي كل حدث رواية، وفي كل أزمة رواية، وفي كل فرح رواية، وفي كل حب رواية، وفي كل حلم رواية. للأمانة أنا عن نفسي عندما حدثت الأزمة الله يفرجها، كنت خلال كتابة الجزء الأخير من روايتي القادمة بإذن الله، توقفت كل طاقاتي ونزفت كل مشاعري، شنو عنوان هريم أصبحت الرواية أنتظر القادمة إن أمام شاء الله؟ شاشة التلفاز ظهور الدكتور عبد الله السند حتى أعلم ماذا سأكتب، ماذا سيقول، وماذا سأكتب. وبالفعل أنا كان مقدر لبطل روايتي القادمة أنه يموت، ومات بالكورونا. نعم، شنو عنوانها ريم الرواية؟ والله لحد الحين أنا ما حددت لها عنوان، ولكن البطل اسمه يعقوب، وقد يكون عنوان الرواية يعقوب. نعم، حلو الاسم. ريم لو بنتكلم طالما أني متهمة دائما بأن عناوين رواياتي نسائية، فيمكن اسمها يعقوب. نعم، زين لو بنتكلم أيضا عن واحد وده يكتب اليوم عن ظاهرة اجتماعية إيجابية جميلة شافها بالمجتمع، فشنو أبرز الأشياء الجميلة أو الأحداث أو المواقف الاجتماعية اللي شفناها اليوم في الكويت وممكن أن نكتب عنها ونلهم الكتاب اللي قاعد يشوفونا الآن في أن يكتبون عنها؟ والله سؤالك هذا أحتاج 10 سنوات حتى أجيبه. في الكويت كل شيء جميل، في الكويت أصبح من شهرين كل شيء أجمل. الكويتيين أبطال، الكويتيين أصحاب همم، الكويتيين أصحاب قلوب رائعة، الكويتيين أصحاب إرادة. الكويتي راعي فزعة، نعم أوكي، الكويتي شقردي. فاجئونا شبابنا الصغار وأطفالنا، فاجئونا أهلنا الكبار. إحنا جيل ضعنا وسط هذا الكم من الجمال في الشعب الكويتي، وهذا الكم من الحب في هذه الأرض. صحيح. إحنا جيل مليء بالدموع، ما نعلم هي دموع فرحة ولا دموع حزن، إن شاء الله إنها دموع فرحة، مليء بالدموع والامتنان والعطاء والتقدير لما قدمته هذه الأرض، لما صحيح. قدمه أميرنا الوالد بابا صباح، لما قدمه كل كويتي صغيرا كان أو كبيرا. صحيح. ريم فماذا أحكي لك عن الإيجابيات؟ لن أكيد أحكي، طبعا، لا نعم تعليق. نعم لكن لو نذكر اليوم أبرز ملامح الإيجابية اليوم وين قاعد نشوفها؟ هل نشوفها في عيون المتطوعين ولا في جهود الدكاترة ولا في الأوقات اللي قاعد يقضيها رجال الداخلية في حفظ الأمن وغيرها من الأمور، ولا كل من يعمل في الصفوف الأمامية؟ أبرز الملامح الإيجابية وين ريم؟
الدكاترة، أنت ذكرت الدكاترة ورجال وزارة الداخلية والمتطوعين والشعب الكويتي، يجمعهم أو تجمعهم الإنسانية. وما أعظم، ولا يوجد شيء أعظم من الإنسانية التي رأيناها في عيون أطبائنا، لأن الطبيب إنسان قبل أن يكون صاحب شهادة أو صاحب علم أو صاحب مهنة. فاجأونا رجال الداخلية، احترنا أيهما إنسان أكثر، الطبيب أم الشرطي أم المواطن أم أنت أم غيري أم الصغير أم الكبير أم المتطوع. احنا متفاجئين من الإنسان الأكثر صحيح، إيجابية فيهم. نعم. ريم، أكثر ما يزعج الكاتب في ظل هذه الظروف شنو؟ تحطيم المعنويات أو تحطيم الأرواح الداخلية أو تكسير المياديف كما نقول في الكويتي، شلون يتم هذا ريم؟ يتم هذا عن طريق ناس ناقدة، بعض الناس الناقدة، بعض الناس اللي لا ترى من النعم إلا الجانب السيء، إلا النقم، إلا أبحث عن الموضوع اللي ممكن أتحلطم فيه وأتحلطم فيه، وأبحث عن الجزء الفارغ من الكأس. الأمور هذه تجعلنا نحزن كشعب كويتي، كبشر تجعلنا ايش رايك نحزن. باللي ينقلون حكي واشاعات وواتسابات؟ الواتسابات والفورورد لأي شيء بدون التأكد من صحته، وتأثير الواتساب هذا على نفسيات الناس وعلى أرواحهم وعلى عقلياتهم وعلى أفكارهم وعلى خوفهم، وكم الهلع والرعب اللي ممكن أنا أبثه في واتساب. واضح أنه فيديو قديم أو مفبرك، ما له داعي، إنه ليس الوقت المناسب، صحيح، كلش مو الوقت المناسب للدعابة أو المرح أو المسح أو الوقت المناسب علشان أكون أنا اللي داز الواتساب، ما له داعي. نعم الحين مو صحيح، الوقت المناسب. نعم. لكن أيضا اليوم وقت مناسب للقراءة وللتوجه للكتابة أيضا، لأن عندنا ساعات حظر طبعا طويلة ورمضان يعني أيضا يجمعنا دائما على الخير والمحبة. فاليوم لو نقول حق المشاهدين شنو نعطيهم، مثلا كتب يقرونها ولا مقالات أو شيء، يعني وين يتوجهون حق أي كتب؟ كتب الأدب العالمي المترجمة، كتابنا الروائيين في الوطن العربي، أو مو بس الروائيين، كتابنا الأدباء في الوطن العربي، لأن الأدب عدة فروع. الكتاب العرب العالميين، الكتاب الكويتيين الجميلين، الجيل الشاب الواعد، أخص منهم بالذكر زملائي حمد الشريعان وزميلي مشعل حمد ودكتور حمد شملان الرومي والكاتبة شهرزاد والكاتبة أحلام مستغاني. اليوم أنت ما تقرأ، يعني إحنا كلنا قاعدين في البيت اليوم ونقرأ، يعني اليوم أنت ما تقرأ يعني، نعم أكثر، فهذه فرصة. نعم. نعم، هذه فرصة جميلة أيضا اليوم أن نسمع منك أكثر الحكم الإيجابية اللي استخلصتيها من قراءتك لهذه الكتب. فاليوم نبي نبث الأمل في هذه المقابلة، فشنو ممكن اليوم تقولين شيء إيجابي للمشاهدين؟ أنا أركز على الحب، أدعوهم للحب، حب هذه الأرض، حب بعضنا، أدعوهم للترابط والتعاضد والتعاون، وأدعوهم للشعور بالسعادة، أدعوهم أن ما يخافون من الحزن، ما يخافون من الهلع، ما يخافون من المرض. ولو أصبنا بكورونا، وماذا يعني أن أصبنا بكورونا؟ يعني مناعة وقوة ضد الحياة. يعني صحيح، كورونا سيمضي، الأزمة ستفرج، نحن سننتصر بقلوبنا، بدموعنا، بأفراحنا، بأحزاننا. نحن انتصرنا على ما هو أصعب، لن تهزمنا كورونا. صحيح صحيح، نعم. كل الشكر لك الأستاذة ريم الفيلتشاوي الكاتبة على ظهورك اليوم معنا عبر سكايب، ومشاركتك لهذه المشاعر الإيجابية الجميلة من خلال برنامجنا كويت اليوم. أنا جدا أتشكر منك ويعطيك العافية وشكرا جزيلا. خلونا نكمل معاكم أيضا كويت اليوم، لكن ناخذ فاصل ونرجع معاكم.